انا عايزين نعرف بقى، انت بدأتي الكتابة في سن قد ايه وايه اللي شدك للكتابة؟ انا بدأت الكتابة 12 سنة. انا كنت بحب 12 القراية سنة جدا، يعني مثلا يعني هوايتي في الدنيا كلها ان اروح مكتبة واقعد اتفرج على الكتب الموجودة واقرا حاجات مختلفة. فوانا 12 سنة كنت بكتب روايات دي كاملة. الكتابة. طب لحظة نرجع بقى شوية، القراية بدأتيها من وانا صغيرة قوي، يمكن 8 سنين 9 سنين، القراية اللي هي يعني جد جدا يعني. هل حد عندك في البيت نمى عندك والدي الحتة دي؟ ووالدتي الاثنين طبعا كانوا بيحبوا القرايه جدا، مكتبه كبيره قوي عندنا. وانا صغيره بابايا اشترى لي انسايكلوبيديا كامل، موسوعه كامله. كان في الوقت ده ما فيش لسه جوجل ولا انترنت طب ولا حاجه خالص، فكانت موسوعه دي كانت غاليه جدا وكانت حوالي 40 جزء، فكان لازم يستوردها من قريتي بلد. الموسوعة الـ40 جزء؟ تصوري كنت بقعد بقى ان انا اتسلى ان انا افتح الموسوعه واقعد اقرا فيها يعني الله. معلومات مختلفه. فطبعا في حد ذاتها ان هو جابها لي هديه اثرت فيا قوي، حسستني ان فعلا الواحد لازم يعتبر ان القرايه دي اهم حاجه واكتر حاجه مهمه في الدنيا بصراحه، يعني انها بتفيد من كل الجهات. طبعا طبعا. حضرتك مين اهم الكتاب اللي شكلوا وعيك الادبي؟ طبعا عندي انا عشان درست ادب انجليزي فعندي كتاب يعني مش مصريين، لكن بالنسبه للكتاب المصريين يحيى حقي ونجيب محفوظ الاثنين بالنسبه لي يعني انا بشوفهم ان هم يعني اسطوره في الكتابه، توصل للعالميه في طريقه تعبيرهم عن النفس الانسانيه والصدق الشديد جدا في الكتابه عن النفس الانسانيه. يعني لو حد قرا مثلا البوسطجي يحيى حقي هيحس قد ايه هو بيقرا، هتحس ان انت دمعتك نازله لان انت متعاطفه مع كل الشخصيات. شكرا. اتعملت هو طبعا الفيلم مختلف دايما عن الروايه، يعني الروايه بتبقى دايما اعمق اعمق واشمل من الفيلم. يعني انت بتميلي اكتر للروايات اللي هي قصص حياتيه اكتر، ولا ايه نوع القرايات اللي بتميلي له اكتر بيشدك اكتر؟ بص انا اي حاجه فيها مصداقيه انسانيه بحبها، يعني ممكن تبقى حاجه مختلفه خالص عن اللي انا بحب اقراه. يعني لسه كنت قاريه مثلا روايه ملهاش علاقه خالص بالحاجات اللي انا مهتمه بيها، بتتكلم على صحراء، بتتكلم على طفل صغير في الصحراء، يعني حاجات ملهاش دعوه قوي بالحاجات اللي انا يعني بكتبها او مهتمه بيها، لكن اثرت فيا انسانيا فحبيتها. فاي حاجه تاثر فيا انسانيا الواحد يعني يتعاطف معاها، عشان كده احنا بنحب مثلا اعمال شكسبير لانها اثرت فينا انسانيا. يعني احنا اللي ايه علاقتنا بالدنمارك وهاملت؟ علاقتنا ان هو هاملت ده كانسان عنده قافة التردد، دي حاجة موجودة حوالينا كتير جدا بنشوفها في ناس كتير حوالينا، فده يعني اثر فينا انسانيا فحفظنا الاسم وحفظنا المكان وحفظنا كل حاجة. مظبوط مظبوط. سؤال يا استاذة، اتفضل. ليه الشباب اليومين دول انصرفوا عن الكتاب خالص نهائيا وراحوا للديجيتال بوك؟ هو يعني دلوقتي طبعا هو في نوعين، هو عندنا ناس تفتخر انها ما بتقراش ودي طبعا مشكله كبيره جدا، بتفتخر انها بتقرا. يعني انا لا ما بحبش القرايه، لا انا مش بقرا، يعني المفروض الواحد حتى على الاقل ما يقولهاش بفخر يعني طبعا حاجه. وفي ناس تانية الحقيقه بتتجه للقرايه وبقى في زي كده منافسه حلوه وشريفه بين الناس، انا قريت كام كتاب في السنه دي، انا قريت كام يعني في الصيف ده انا قريت كام كتاب، فده موجود وده موجود. انما فكره كمان الكتاب اللي هو الكتاب الالكتروني او وجود الكتاب ده ممكن يسهل على الشباب، لان هو استعمالهم انا بحس ان الشباب دلوقتي استعمالهم اكتر للموبايلات. هو بقى جهاز فيه اجهزه كتير، لا بس الكتاب ملوش قيمه غير يكون في ايدك بس. طبعا احنا الجيل اللي احنا الجيل اللي بيحب يبقى ماسك الكتاب ويرجع له بقى ويفضل يعلم عليه ويحط القلم ويعلم عليه شاور على الجهاز خالص اللي لازم يكون في ايدك. حضرتك عندك حق، ويبقى شايف هو فاضل كام صفحه وفي يعني بيبقى الواحد متعود على طريقه معينه. شايفه ايه اللي خلى الاجيال دلوقتي بعيده قوي للدرجه دي عن الكتب الورقيه وعن القرايه عموما؟ تفتكري الاهل؟ طبعا الاهل لهم دور كبير قوي. الاهل لازم يعرفوا اهميه القراءه، يعني انا ببقى دايما عايزه اشجع ابني ان هو يبقى درجاته عاليه في المدرسه، او اشجع ابني حتى ان هو يلعب رياضه، لكن هي في الحقيقه الرياضه العقليه اللي انا لازم اشجعه عليها اول حاجه في الدنيا هي القرايه، لان هي اهم من درجات في المدرسه الحقيقه. القرايه وقرايه الحاجات اللي هي بتستهويه دي هتفيدهم بعد كده في اتخاذ القرارات الصح في حياتهم. لان انت لما بتقري روايات كانك انت بتمري بتجارب ناس كتير، بتشوفي اخطائهم فمش عايزه تعمليها، بتكسبي خبرات ما مريتيش بيها. بالظبط، بتكسبي خبرات بتكسبي تعرف على العالم وتسامح وتقبل الاخر. فكل ده طبعا بيساعد جدا في الانسان يتخذ قرارات احسن بعد كده. فيمكن